سمس قايدين الله يقشر قناة فيسبوكم كل جديد وما تقول لي ياش لايك دابا نحسب من واحد حتى خمسة ولقاكم درتوا لي لايك وشتف قناة واحد جوج ثلاثة خمسة أربعة خمسة يلا شاركوا في القناة وديروا لايك كنت أصدقائي اليوم هنديروا حوار بمقلاة جبلينا رائعة ومكونات سهلة وما تحتاجوا لاش كثير من المكونات كيكة والكيكة هنحتاجوا لها 6 معالق الحليب 2 بيضات 6 معالق الزيت 2 كيسان ديال الدقيق سكر خميرة 6 معالق السكر وفانيليا وخرج ونحتاج التمر لا كريم باتيسري و 4 البنانات مقطعين دوائر يلا نبدا هنديرو المكونات 2 بيضات هما اللولين ونطربو مزيان تندمج السكر مع البيض بعد ما طربنا مزيان السكر مع الحليب السكر مع البيض غنديرو فوق الحليب كما تشوفوا الحليب شويه ثقيل حيت حنا درنا الحليب ديال الغبره نضيفوا الزيت ونحركوه نضيفو الدقيق انا خليت نصو باش نخوي مع هذا ومن بعد نخوي هنا بدا نحركو كما تشوفو أصدقائي شوفو كي جاني أنا قبلي كاس دقيق بس عندي الحليب بودرة نتوما إلا كان عندكم حليب ماشيش بودرة خاصكم ديرو 2 كيسان ديال الدقيق إلا كان عندكم بودرة ديرو كاس أو كأس ونص على حسب الدقيق ديالكم شوف كي تيجيكم تبسط بسقائي دهنا هاد المقلاة بشوية الزبدة دهنا من فوق دقيق والسكر دابا نستفي البنان نستفي على الطاوة كلها بحال الطريقة ونكملو استنى بنان بحال الطريقة وبعد نخلو نص الخليط زوج
السيارات نقرا كلها ونسوها تاني شوية من هذا وندورو على المقلة كريم باتيسري. كما تشوفوا ودابا نخلو الكلمه الاخرى ديال الخليط. حلو مزاف فوق هذه كلها باش تلقاي وزينا الخليط. دابا غنحطوها نديروها في عافيه مهيله من بين 10 حتى 15 دقيقة وخاصنا نردو مع البل. فعلا شفات من الفوق خاصنا نقلبوها. سنسقائيك ما تشوفو من بعد ما طابت نقطعها باش ندوكوها. راه دهناها بالكوفيتير. نتوما تقدرو تخلوها كيكة أو تدهنوها بأي حاجة بغيتو. دابا نقطعوها باش ندوكوها. بدات ورجعت من الفران درناها في الثلاجة بدات غندوكوها. بسم الله ندير تقي شتي بسميتي كنتي تشوفو كتجي لاكريم فلو باينة في الوسط. سيدي كبسمة اسمحي ليا كنتي تشوفو كي جاتك في المذاق بسمة بنينة. شوف من الفوق بنان معسل بداك السكر اللي درناه في المقلات. بغيتي ديرو لها عشا عصير ولا شي مغاضة يجي هو هداك. عجباتك البسمة؟ دوق يا ماما. عافاك الصحة بسمة زوينة ديك لاكخيم في الوسط صح الله وجات عطيه واحد المنظر رائع. نصح الدراري جربوها. انا نصحكم جربوها حتى تجي زوينه حتى تتباع في الباتيسري في الباتيسريات و يعني الزنقه. هذه احسن ليكم ديال الدار ولا ديال الزنقه. الى اللقاء وفينا جربوها.